بسم الله الرحمن الرحيم. مع الجزء الأول من رواية الرجال من بولاق والنساء من أول فيصل للكاتب إيهاب معوض بصوت حسن مسعد. قبل ما نبدأ في قراءة الكتاب حابب أقول لكم إن الرواية دي أو الكتاب ده بيعالج المشكلات الحياة الزوجية في مصر، والحقيقة إن الكاتب إيهاب معوض عالجها بطريقة كوميدية ساخرة. وعشان طبعا ضغوطات الحياة واحنا مش فاضيين نقرأ أو نقعد على كتاب نقرأ، فأنا حبيت أعمل في قناتي اللي هي حلقة في ودانك، أنا جايب الشاشة سودة، مش عايز عينيك تتشغل بحاجة، أنا عايز بس ودانك تحط السماعات في ودنك، لو كنت في البيت اعمل لك كوباية شاي وعيش واستمتع معايا بالرواية، ويا رب أكون أنا والكاتب ضيوف خفاف على سمعك وعلى قلبك وعلى كل حاجة فيك. نبدأ الرواية، نبدأ بسم الله. أطول مقدمة كتاب في التاريخ. من زمان وأنا متعود أدرس تجارب الآخرين قبل ما أدخل أي تجربة، عشان كده لما قررت أعمل الكتاب ده كان بديهي أدرس التجارب اللي سبقتني في طرح قضية الخلافات الزوجية. وبالطبع كان أهم كتب دي الرجال من المريخ والنساء من الزهرة للكاتب الدكتور جون جراي. عشان كده بمجرد ما سمعت عن الكتاب نزلت اشتريته فورا واعتكفت عليه في البيت لمدة اسبوعين كاملين ان افهم منه حاجة ابدا. رجعت وقلت يا واد ما هي برضو غلطتك انك اشتريت النسخة العربي ده على اساس يعني ان مدارس لغات. المهم بصراحة فكرت اشتري النسخة الانجليزي بس للأسف الميزانية ما سمحتش. لكن لما قريت على غلاف الكتاب من بره انه باع اكتر من 14 مليون نسخة ابتديت اتشجع تاني واقول لنفسي يعني الراجل باع 14 مليون نسخة، لو كسب في كل نسخة جزء دولارات يبقى دلوقتي اكيد عدى الفقر. ومحدش عارف، يمكن ابيع من كتابي حتى ولو 500 نسخة اسدد بتمنهم ايجار الشقة شهرين. المهم ما طولش عليكم، قولوا طول، قريت الكتاب كمان كذا مرة لحد ما فهمته. بس السؤال اللي كان محيرني هنا، هل يا ترى الكتاب ده بيعرض مشاكلنا احنا ولا مشاكلهم هما؟ وحتى لو بيعرض مشاكل تمسنا، يا ترى الحلول اللي قدمها مناسبة لشخصياتنا ولا لا؟ يعني من الاخر كده الكتاب ده مفيد لنا ولا لا؟ وعلى ضوء كده هقرر ايه اللي هقدمه في كتابي. عشان كده قررت كالعادة أعمل بحث ميداني عن مدى تأثير النوع ده من الكتب على الناس في كل المستويات الاجتماعية، وقررت أبتدي بالعشوائيات على أساس إن فيها تلت سكان مصر، يعني 25 مليون بني آدم عايشين في 1126 عشوائية. تخيلوا، آه يا بلد. مدى تأثير الكتاب على نساء عزبة الهجانة. أولا تعريف عزبة الهجانة. عزبة الهجانة يا سيدي هي إحدى العشوائيات المصرية، وتنبع أهميتها من خلال موقعها الجغرافي الهام على طريق مصر السويس الصحراوي، والذي يتوسط سكان مدينة نصر وسكان التجمع. أما عن دخل الأسرة هناك فقد يتعدى 70 جنيه شهريا، وهو ما يزيد بكل الأحوال عن احتياجات الأسرة التي يتراوح متوسط عددها من 9 ل15 فرد. يعني البني آدم عندهم بياكل ويشرب ويلبس ويتعلم ب10 جنيه شهريا. شوفوا البازخ يا أخي. ويعيش سكان هذه العشوائية في تجمعات سكنية يطلق عليها مسمى عشش، وهي عبارة عن هياكل متلاصقة بيتم تصنيعها بأي خامة، أي خامة، بداية من الخشب والطين والصفيح إلى بقايا فضلات الحيوانات الجافة. ولهذه الأبنية من الخارج طراز معماري مميز للغاية يشبه في تكوينه المقابر الجماعية، حيث لا يدخلها الهواء إلا في الشتاء القارس فقط، محملا بالأتربة والجراثيم نتيجة مروره بأكوام الكمامة المتلاصقة، والتي تعترضه عدة مرات مما يجعل سكانها في مجملهم عبارة عن مادة علمية دائمة لطلبة المستشفيات التعليمية مثل القصر العيني وعين شمس والدمرداش. أما في الصيف فلا يعاني الأهالي هناك من حرارة الشمس الحارقة كغيرهم من باقي سكان القاهرة الكبرى، وذلك بالرغم من أن معظم العشش قد صمم سقفها من بقايا علب الصفيح الصدئ والتي تساعد على نفاذ الحرارة للداخل،
وعن سر اعتدال المناخ صيفا في عزبة الهجانة يجيب أحد خبراء الأرصاد الجوية قائلا إن انسياب المجاري والصرف الدائم في حواري عزبة الهجانة هو الذي يمنحها هذا المناخ الرائع صيفا، حيث تعادل مياه الصرف الصحي التي تغطي الشوارع وأحيانا البيوت من الداخل درجات الحرارة فتمنحها الرطوبة. هذا في الوقت الذي تعاني فيه باقي الأحياء المجاورة من شدة الحرارة، الأمر الذي دعا الحكومة لأن تفكر جديا في أن تفرض عليهم ضريبة ترطيبية توازي الضريبة العقارية لدى باقي الأحياء. ولكن نظرا للديمقراطية التي يتمتع بها الأهالي هناك، فقد قاموا بتفويض مندوبهم في البرلمان للاعتراض على القانون الجائر، موضحين إن هذا المناخ المميز للعزبة صيفا إنما هو قائم على المجهودات الفردية للسكان كل على حدة، وأثناء قضاء حاجتهم في دورات المياه الجماعية التي تشترك فيها كل مجموعة عشش، والذي ينساب بدوره بعد ذلك في الشوارع في صورة مجاري. غير أن تسبب الحكومة في تأخير عربات الترانشات اللي هي سيارات نسح المجاري من البيوت، حيث لا يوجد صرف صحي عندهم، لا يعتبر مساهمة منها في تحقيق هذا المناخ. ثانيا، رأي إحدى سيدات العزبة في كتاب جون جري. مدام حميدة، إيه رأيك في الكتاب اللي في إيدي ده، ويا ترى تعرفي عنه إيه؟ آه أيوة يا أخويا، هو في حد ما يعرفش كتاب الأخضر بتاع المدعو القذافي الله يكحمه مطرح ما راح؟ لا يا فندم، ده كتاب تاني خالص لجون جراي. إيه يا سيدي، أهو كلهم أنيل من بعض، إذا كانوا هو ولا الراجل اللي كان بيحكمنا جاتهم مصيبة تاخدهم كلهم. أنا متأسف متأسف، واضح إن الموضوع فيه لبس، ده كتاب بيتكلم عن علاج الخلافات الزوجية. يا نور عيني، الخلافات الزوجية عندنا ملهاش علاج، أصلها بعيد عنك وعن السامعين، عندها المرض البطال. يعني قول للدكتور بتاعك ما يتعبش نفسه. يعني أفهم من كده إن حضرتك رافضة الكتاب من أصله؟ لا يا حبيبي، وهرفضه ليه؟ ده حتى الكتاب باين عليه قيمة وسيمة ويوزن يجي نص كيلو. يا فندم إيه بس علاقة الوزن بموضوعنا؟ معلش يا سي الاستاذ، اصل احنا عندنا اهم حاجه في الكتاب والجرنان وزنهم، عشان اسم الله على مقامك لما بنتزنق بنبيعهم بالكيلو للمعلم مرزوق بتاع الطعميه، بيعملهم ولا اخذه قراطيس. اه فهمت، يبقى عشان كده وزاره التعليم بتعمل الكتب بتاعت التلاميذ تقيله وتقطم الوسط، عشان لو اتزنقوا يعني. براو عليك، اديك فهمت. طب اسمحي لي حضرتك اخد رأيك في بعض المواضيع اللي بيتناولها الكتاب، ولو اني مش فاهمة انت بتقول ايه، بس اتفضل. الكتاب يا ست حميدة في الفصل الاول بيحذر المرأة انها تفرض على جوزها النصيحة قبل ما يطلبها منها، وبيقول ان ده بيستفزه وبيحسسه بعدم ثقتها في قدراته. ايه رأيك؟ والنبي راجل بيف راجل بيف، اصل انا اول لما اتجوزت المنيل برع جوزي، وكان ساعتها صابي عجلاتي قد الدنيا، لقيته كده يا اخويا حريق السجاير. قلت له ما تسيبك بقى من السجاير اللي هتجيب اجلك دي، وروح العب لك شويه حديد زي ما بيقول العندليب شعبان عبد الرحيم. لقيته بيبص لي وعينيه بتطق شرار، وراح قايل لي عليا الطلاق يا وليه، لو فتحت بقك في البيت ده تاني لكون دابب المفك ده في عينيك وعامل لك عقه مستديمه. انا بقى من ساعتها يا اخويا بطلت انصحه. هايل، هو ده اللي انا كنت عايز اعرفه، يعني الدكتور كان عنده حق في النقطة دي. طب ننتقل لنقطة تانية. اتفضل. الدكتور برضو في كتابه بيقول ان سبب معظم المشاكل الزوجية ناتج عن عدم فهم الجنسين لاختلافاتهم. يا ترى انت لمست ده مع الاستاذ برعك؟ بصراحة الكذب خيبة، انا ما لمستوش، لكن مرة كده في ساعة حظ ميلت عليه وقلت له واد يا برعي ابو الابراح، هو صحيح ايه الفرق بيني وبينك؟ راح يا اخويا شادد نفس من الجوزه وقال لي الفرق كبير، انا راجل كسيب ويوميتي 30 جنيه، لكن انت وليا مالكيش اي 60 لازمه، امي بقى اعملي لي حاجه ادفعها. هايل،
ده برضو فرق منطقي، بس انا بقى اللي هكتبه في كتابي لان الدكتور للاسف نسي يتعرض له. وماله يا اخويا، ما انت برضو الخير والبركه، وان شاء الله كتابك هيبقى اكتر من 2 كيلو، بس انت بقى افتكرنا وهات لنا منه شويه. من عينيا يا هانم، من عينيا، الف شكر، سلام. لقاء اخر مع احد رجال عزبه ابو حشيش. عزبة أبو حشيش أيضا بتعد من أهم وأكبر العشوائيات المصرية، وتتمتع العزبة بنفس الطابع الذي تتمتع به غيرها من العشوائيات من حيث الأبنية المعمارية وحالة الطقس، غير أن هذه العشوائية بتنفرد بتوجه غالبية سكانها إلى العمل كفوعلية. وعن الفوعلية يقول ديكارت رحمة الله عليه: الفوعلية هم المرادف المصري للعبيد في عصر الرومان، وهم أناس سقطوا من ذاكرة المجتمع. يستيقظ الواحد منهم فجرا تاركا بيته خاويا بلا نقود أو طعام، متوجها إلى أحد الميادين العامة ليجلس بين أقرانه على الرصيف، منتظرا إحدى سيارات النقل التي يمتلكها أحد مقاولي المباني والهدد، حيث تأخذ السيارة إلى إحدى المواقع ليقوم هناك بحمل الطوب والرمل والأسمنت على كتفيه، ويصعد بهم للطوابق العليا والتي قد تصل إلى عشرات الطوابق. وعلى هذا يقضي طيلة اليوم بين الإجهاد والتوبيخ والإهانات مقابل بضع جنيهات قد لا تكفي قوته منفردا، ويظل هذا المنسي على حالته إلى أن يشيخ أو تصيبه أحد الأمراض التي تقعده كالغضروف مثلا، ليعيش بقية حياته كفأر تجارب في المستشفيات التعليمية. وفي سؤال خبيث لأحد المقاولين: لماذا لا تقوم باستئجار ونش كهربائي بدلا من هؤلاء الفوعلية الملاعين؟ أجاب: يا باشا ونش ليه؟ ده الواحد منهم زي اللوري يجر 100 مقطورة، وبعدين أصل بيني وبينك إيجار الونش دلوقتي 500 جنيه، يعني يومية 70 واحد منهم ولا إيه؟ عفوا إن كنت أطلت عليكم الوصف، ولكن فقط حاولت أن أصف لكم شريحة البشر التي سنقدم لهم حلولا لمشاكلهم الزوجية. وإليكم الحوار مع الأستاذ مرسي أحد الفوعلية هناك. الأستاذ مرسي، يا ترى سمعت قبل كده عن كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، هم الرجالة والنسوان طلعوا المريخ؟ لا يا فندم، ما أقصدش ده، مجرد اسم الكتاب بيتكلم عن العلاقات الزوجية. يا عم قول كده لفيت دماغي وكنت هتضيع الحجرين، بس هي العلاقات الأسرية ولا مؤاخذة؟ عايزة كتب؟ أنا آسف. طب يا ترى ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ عينيا، اسأل يا باشا. الكتاب ده بيقول يا عم مرسي إن المرأة بتعشق فكرة الهدية وطريقة تقديمها أكتر من مضمون الهدية نفسه وقيمتها المادية. يا ترى انت مع ده ولا ضده؟ ان جيت للحق انا لا معاه ولا ضده، بس اللي اعرفه ان النسوان بتحب اي حاجه ببلاش، المهم بس الراجل اللي يكع ويجيب، ولو حتى تجيب لها المحيط هتقول لك كمان، اصل لو لا مؤاخذه عينهم فارغه وما يملهاش غير التراب. طب خد عندك، انا مره دخلت على الولية ام احمد حرمنا المصون وفي ايدي نص كيلو نيفه، بس ايه من اللي وصى عليها لقمان، وقلت لها خدي بر نفسك، تقوم الولية الناقصه بصالي من فوق لتحت وتقول لي يا ما جاب الغراب لامه، نص كيلو بس، هم دول يا حيله اللي قدرت عليهم؟ طب والنبي دول هيكفوني انا وانت، ولا هيكفوا العيال التسعه، ولا هيكفوا امك العجزه اللي متلقحه جوه دي؟ انا بقى ربك والحق نفسي اتسدت وحلفت بالطلاق ما هجيب لهم حاجه تاني. لا طبعا ما عندهاش حق ست ام احمد، ده بدل ما تشكرك وتعمل لك دعم معنوي، ده كده عملت لك حاله من الاستياء وعطلت الاتصال الايجابي بينكم. على رأيك أنا برضو قلت لها كده. طب ده بالنسبة للهدايا العامة، لكن بالنسبة للهدايا الشخصية، يا ترى فكرت مرة تجيب لها هدية شخصية في عيد جوازكم مثلا أو في الفالنتاين؟ والله يا أستاذ مشاغل الواحد بتنسيه المناسبات والأعياد الحلوة دي، بس أنا مرة جبت لها جلابية كستور في أول طلعة رجب. جلابية كستور؟
على كل مش مهم مضمون الهدية، الدكتور قال المهم الطريقة. يا ترى قدمتها لها ازاي؟ هقدمها لها ازاي يعني؟ رميتها في وشها وقلت لها خدي يا كش يطمر فيكي. طب والله العظيم طريقة جديدة. ها ويا ترى هي كان رد فعلها ايه؟ حدفتني بيها وقالت لي جاتك نيل عليك وعلى مجايبك، هو انا كنت محتاجة جلابيتك ابو جلابية؟ طب والله برضو ردها منطقي. بصراحة يا جماعة انتوا بتعاملوا بعض بمنتهى الشياكة، بس اعتقد ان الدكتور جري لو كان شاف طريقتكم دي في التعامل كان ولع في نفسه وفي الكتاب وفي ام احمد وفيك انت. الف شكر يا استاذ ابو احمد. ده كان باختصار رأي شريحة من الطبقة المطحونة في النوع ده من الكتب. ناخد بقى رأي الطبقة اللي بتطحن الطبقة المطحونة. لقاء مع مدام صافيناز. مدام صافيناز، انت اكيد قريت الكتاب ده. ايوه، بتاع عطارد والزهرة. لا يا فندم، بتاع المريخ والزهرة. يا سيدي اهو كلها كواكب. المهم ادخل في الموضوع على طول عشان راح الجيم. تروحي وتيجي بألف سلامة يا فندم، بس يا ريت ما تنسيناش في الدعاء. دعاء ايه؟ بقولك راح الجيم، وبعدين ارجوك ادخل في الموضوع، انا يومي مسحوم جدا، جيم ودكتور سنان وبالليل راح الروتري، يعني مش فاضية خالص. الله يكون في العون. هي الحياة كده يا ست هانم، كلها تعب وشقة. وعلى كل، انا مش هعطلك وهدخل في الموضوع. اتفضل. انا كنت بس عايز اسألك ايه رأيك في المشاكل اللي عرضها الكتاب بتاع جون جيري وطريقة حلها، ويا ترى مناسبة لمجتمعنا الشرقي؟ مش فاهمة، ارجوك وضح شوية يا مدام. واضح ان حضرتك ما قريتيش الكتاب من اصله. بصراحة هو عندي بس معرفتش اقراه، اصله مكتوب بالعربي وانا مش بعرف عربي، ولفيت كتير على النسخة الفرنساوي بس ما لقيتهاش. بصرة، اصل انا كمان كنت بدور على النسخة الانجليزي وما لقيتهاش. واضح ان احنا في المنطقة العربية عندنا كلنا مشاكل في اللغة العربية، ويمكن ده السبب اللي مخلينا اقل دول العالم في القراءة. ايوه فعلا هو ده السبب. طب مش مشكلة، انا هشرح لحضرتك بعض نقط الكتاب وتقولي لي ايه رأيك فيها. افيد بلزير، اتفضل. يعني مثلا الكتاب بيقول ان الزوجة لما بتشكي لجوزها عن اي حاجة بيكون هدفها انه يسمعها ويتفاعل معاها، مش انه يحللها المشكلة. ايه رأيك في طرح النوع ده من المواضيع؟ والله انا شايفة ان الموضوع عندنا اعقد من كده بكتير. ازاي يعني؟ يعني مثلا عندهم في أمريكا وأوروبا وغيرها من البلاد اللي انتشر فيها الكتاب، الناس ثقافتهم مختلفة. يعني بمجرد ما بيعرفوا المشكلة ويكتشفوها فورا بيعترفوا بيها وياخدوا خطوات لحلها، لكن احنا عندنا بنبقى عارفين المشكلة بس رافضين نحلها. طب تفتكري ليه ما بنقدرش نحلها؟ بقولك ما بنرضاش نحلها، مش ما بنقدرش. برضو ازاي؟ هقولك. انا مثلا عارفة ان جوزي بيكره فيا حاجات كتير، وعارفة بالتحديد ايه هي الحاجات دي، بس مش ممكن هغيرها لانه هيتعود على كده ويفضل كل يوم يطلب ان اغير حاجة تانية. وهو كمان نفس الطريقة، عارف اني معترض على حاجات كتير في تصرفاته بس مصمم ما يغيرهاش، عشان بيعتبر ان ده هيبقى انتصار ليا وهيقلل من رجولته. ايوه، تقصدي ان الكبر والعند هما سبب في احتفاظ كل واحد منا بعيوبه؟ مش بس كده، الكسل كمان. الكسل ازاي ده؟ يعني كتير مننا عارف عيوبه بس اتعود عليها ومكسل يغيرها، ومستني ان الطرف التاني هو اللي يبتدي او حتى يستسلم ويتعود عليها. اصل احنا طبيعتنا كده بنكره جدا التغيير. لا بس ده ممكن يعمل تراكم بينكم، يعني يخلي كل طرف شايل ومكتوم من الطرف التاني لحد ما يجي وقت وينفجر. طب ما هو ده فعلا اللي بيحصل. يعني امال المحاكم مليانة قضايا طلاق ليه؟ عندك حق. يعني المشكلة عندنا مش اننا نعرف المشكلة، المشكلة عندنا اننا نقرر نحلها، واحنا طبعا بنكسل ونتكبر ونعاند، يعني مفيش فايدة تقريبا. طب أنا شاكر جدا لوقت حضرتك، شكرا، سلام. نيجي بقى يا سيدي لنتيجة البحث. 1، الفقر والجهل هما السبب في معظم الخلافات الزوجية في معظم الأحياء البسيطة، ولا يمكن
هيكون الحل عن طريق روشتة أو نصيحة أو حتى تدريبات. الناس دي محتاجة حد يمدلهم إيده ويطلعهم فوق الأرض عشان نشوفهم، وبعد كده نبتدي نفكر في حل مشاكلهم الأسرية. 2، الكبر والعناد والكسل هما السبب في معظم الخلافات الزوجية في معظم الأحياء الراقية، ولا يمكن مشاكلهم هتتحل غير لما يعترفوا بعيوبهم ويقدموا مصلحة البيت والأسرة على مصلحتهم الشخصية. الناس دي لازم يزرع جواها الدين والقناعة، ومش مهم ننصحهم لأنهم عارفين سبب مشاكلهم أكتر مننا. 3، فاضل الطبقة المتوسطة اللي هي بتمثل 70% من مجتمعنا، لازم ندخل في وسطهم ونعرف مشاكلهم ونحاول نساعدهم على حلها. عشان كده اسمحوا لي أتنقل بيكم لموضوع الكتاب واللي هيحكي قصة هند وجوزها على اعتبار إنهم بيمثلوا الطبقة دي. يلا بينا. من هنا بينتهي الجزء الأول من الرواية، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، في انتظار الجزء الثاني بإذن الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.